السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا عالم أماني، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنعمل وصفة حلوة جدا جدا بجد، رائعة ومجرباها وحلوة الحقيقة. أنا شفتها يعني هي مش جديدة، بس أنا حبيت أعملها معاكم النهاردة. طريقتها سهلة جدا ومش مكلفة وحلوة جدا. هي وصفة تفتيح وتعطير للجسم كله. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا ايه؟ معانا صابونة. الصابونة ممكن تجيبيها بنك او ابيض، اللونين دول، لان البنك بيورد كده الجسم وبيديكي برضو لون حلو لطيف وبيفتح، والصابونة البيضة بتساعد على التفتيح. احنا عايزين نفتح، مش عايزين ناخد موف واي لون تاني، على اساس احنا بنعمل حاجة للتفتيح. عندي بيكنج باودر، عندي معلقة نشا على معلقة دقيق، وعندي مية سخنة. اول حاجة هنعملها ان شاء الله الوصفة تعجبكم جدا يا حبايبي. ما تنسوش تعملوا لايك، تنزلوا تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفي عالم امين. اول حاجة هبتدي ابشر الصابونة عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هجيب مبشرة كده وهبتدي ابشر الصابونة. انا مش محتاجة لنصها بس، فهبشر نصها، لانها بصراحة هتعمل بطرمان كبير او علبة بغطا كبيرة، يعني هتعمل معاك كمية كويسة جدا. هبشرها بالشكل ده، ابشريها من الناحية الضيقة، هعمل الناحية دي على اساس ان هي تدوب معايا بسرعة. اهي بالشكل ده، اهو بشرت نص الصابونة بالشكل ده كده، كفاية قوي، اديتني كمية كويسة جدا. وهنشوف الكمية هتطلع قد ايه. هشيل طبعا مبشرة على مية على طول، انا عاملاها للصابون بس. اهو بالشكل ده بشرتها بالناحية الضيقة، تمام كده. بعد كده ابتدي احط معلقة النشا، معلقة كبيرة، نصها نشا ونصها دقيق، تمام كده، لانها بتبقى نصها نشا ونصها دقيق. جبت معلقة اهو، اهو بالشكل، اقلبها كويس. هحط البيكنج باودر، وهحط كمان فانيليا لو الصابونة بتاعتك ريحتها مش حلوة مثلا او مش قوية. هتضيفي كيس فانيليا، لان الفانيليا كمان معطرة جدا جدا بصراحة وجميلة، وبتساعد برضو على التفتيح. هقلب كل ده، هبتدي اضيف مية سخنة بالشكل ده، حبة حبة كده لغاية اما تدوب معايا. اهو بالشكل ده، هي هتدوب على طول ما تقلقوش، بس انا بقلب دلوقتي. طبعا المية السخنة بتخلي بتساعدني على الذوبان بسرعة يعني. كده حطيت، انا ما حطيتش فانيليا لان الصابونة بتاعتي ريحتها جميلة، تحفة جميلة جدا جدا. يا ريت يعني لو تقدري تنقي او اي صابونه، مفيش مشكله، بس ابيض او بينك، بس يا ريت تكون صابونه يعني نوعها كويس، لان ده طبعا بيساعدني على التعطير. وهنشوف دلوقتي كمان تنعيم وطريقه في منتهى الجمال. الوصفه دي والله يا جماعه جميله جدا، يا ريت تجربوها. النشا بتدي تفتيح، والصابونه بتدي ريحه حلوه ونعومه، وكمان الدقيق اللي حطيناه، النشا بتشد وبتنعم وبتفتح، وكمان الدقيق بيفتح البشره جدا. فحطينا نص معلقه كبيره من الدقيق ونص معلقه كبيره من النشا، تمام كده. كده انا ضفت كل المكونات، هبتدي اخد اللي انا عملته ده، الخليط ده، واضربه في الكبة او في الخلاط. وكده بعد ما خرجتها من الخلاط
اول كبه انا هعمل كف الكبه اهو بالشكل ده، شايفين القوام؟ لما تديكي القوام الكريمي ده يبقى كده جميله جميل. لو تقيله بميه سخنه اهو كده، لانها طلعت تقيله جدا، بميه سخنه وتقلبيها كويس جدا. هنجربها دلوقتي حالا وهنشوف هي بتعمل ايه. والله بتبان كده في ساعتها بالعين العاديه كده في ساعتها في نفس الوقت اهي. استخدم بايدك كده، شايفين؟ بتحطيها على ايدك كده، تدهني ايدك كلها بحركات دائريه كده بالشكل ده، وتدلكي جامد جامد بالشكل ده. جميله جميله، والريحه طالعه تحفه، وبين الصوابع كده بجد يا جماعه. والله العظيم الوصفه دي عجبتني بجد، فكرتها قوي قوي قوي، وعشان كده حبيت اقولها لكم، لاني زي ما انا معودتكم في عالم اماني ما بعملش اي حاجه لو متجربه بالشكل ده، شايفين؟ تفضلي بقى تدلكي ما تزهقيش شويه كده في اي مكان بقى، في اماكن سمرة عندك، في حتت انت عايزاها تبقى ريحتها حلوه في جسمك، دي معطره للجسم كله كمان، كانك عملتي مثلا مخمريه والحاجات اللي بنعطر بيها جسمنا دي، بتبقى بجد جميله قوي يا جماعه، وحاجه مش من مفيش يعني، ما كلفتنيش. ادلك كويس جدا جدا، بعد كده بتسيبيها على ايدك شويه، هتلاقيها مثلا ايه نشفت بسيط. بتعملي ايه؟ بتروحي فركاها بقى، تفضلي بقى تفركي كده وتطلعي، بصي عامله زي الكريم، بصي حتى ما بيروحش لونها من ايدك. بص تلاقي تفركي كده جامد جامد. بص تلاقي طلعت اي جلد ميت في صوابعك، في بشرتك، الوش، الرجلين، الكعبين، تشققات في الكعب، من غير اي اضافه اكسجين ولا اي حاجه للكعب، لان الاكسجين طبعا ضار على البشرة والجلد. ما نحاولش نحط، الناس اللي بتحط مع الوصفات اكسجين ما ينفعش طبعا خالص لكعب الرجل، لكعب الرجل اي اكسجين اهو. وبفضل كده وادلك جامد قوي قوي قوي، وبعد كده بتخليها 10 دقايق على ايدك بعد الفرق خالص، وتطمني ان انت المكان اللي عايزة تحطيها عليه في جسمك فرقتيه جامد. بتشطفيها بعد كده بميه، وبتدهني الكريم المرطب لو عندك اي كريم مرطب المفضل عندك يعني. شوف انا بوريكوا هي الطريقه بتاعتها. بعد كده هغسل ايدي واوريكوا الفرق بقى بين الايد اللي اتعملت والايد اللي ما اتعملتش. دلوقتي بقى غسلت ايدي، اكيد الفرق باين وواضح، والله العظيم روعه، جميله جميله جميله. بصوا يا جماعه عامله ازاي، فما بالك بقى اي مكان تاني في الجسم انت عايزه تفتحيه. التفتيح باين، ده مش بس فتحت ايدي خليتها حمرا، شايفين عامله ازاي الحته دي مطرح ما دهنتي بيها؟ بصوا كف ايدي تحفه بصراحه، والله العظيم عجبتني عجبتني قوي، ولا يمكن احلف على اي حاجه. نيجي بقى لطريقه حفظها، في اي حاجه عندك بغطا زي كده اهي بالشكل ده، وهتحطيها كده، هتملى لك كميه كبيره على فكره كده، شايفين القوام الكريمي؟ وعلى فكره هتطلع عاوز اقول على فكره هي هتتقل اكتر، كل ما تتقل معاكي شويه ميه هقول لكم هنعملها بايه دلوقتي. عندي مثلا ماء ورد، هحط شويه صغيره قوي ميه ورد. بصوا الجمال بقى، تخيلوا بقى الحاجه الجميله اللي عملناها دي مع كمان شويه ميه ورد، وهقلبها كويس قوي كده.
واحفظها بالغطا في التلاجة، تقعد معاكي سنين. ده مش هيحصل له حاجة، ده صابون، صابون وعليه اضافات يعني زي المادة الحافظة بالظبط. بصوا قد ايه، دول اللي هقعد ادعك بيهم دلوقتي كل حاجة، الجسم كله ما خليش ولا فتفوتة هتقع مني ولا اروح اهو بالشكل ده. كل ده هدعك بيه انا بقى اي مكان انا عايزة افتحه وارتبه بالشكل ده. يا رب يكون الوصفة النهاردة عجبتكم يا حبايب قلبي. هحطها دلوقتي في التلاجة وهشتغل من الحبة دول اللي في البولة. ويا رب يا رب يكون الوصفة عجبتكم النهاردة. ما تنسونيش في اللايك في عالم أماني، واشتراك لو أول مرة بتشوفيني وصفة النهاردة عجبتك. زي ما عودتكم في عالم أماني الوصفة متجربة، ما بعملش أي حاجة في القناة إلا ما بكون جربتها على نفس الأول، وادي النتيجة باينة قدامكم. والله يعني خطوة بخطوة أنا ما خبيتش أي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة يا حبايبي، مع السلامة.